بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة يعود سيناريو الكهرباء الذي شكل هاجسا للعراقيين لسنوات طوال، فعلى ما يبدو أن هذا ملف شائك بالنسبة للجهات المعنية رغم الوعود المحصولة بحل مشكلة الكهرباء. مسلسل أزمة انقطاع التيار الكهربائي يعود مرة أخرى إلى العراقيين، فساعات التجهيز بدأت تنحسر إلى 10 ساعات يومياً في أغلب مناطق العاصمة بغداد، والسبب هو الصفقات الوهمية والفساد في ملف الطاقة الكهربائية. ينبغي على وزارة الكهرباء الاهتمام البالغ لهذا الموضوع المهم التي تمس مستقبل مصير العراقيين جميعاً. ينبغي أن يكون هناك برنامج ومنهاج واستراتيجية، بالرغم من هناك خصخصة بعض المشاركة بعض الشركات خصخصة والمولدات، إلا أننا نرى هذه المسلسلة معادة في الصيف وخاصة عند ارتفاع درجة حرارة. المواطنون في بغداد عبروا عن امتعاضهم أزاء تعثر الكهرباء بالتزامن مع اقتراب حرارة الطقس إلى 50 درجة مئوية، فضلا عن انتقادهم لخطط وزارة الكهرباء في معالجة الأزمة. يعني في كل بداية الصيف تكون أزمة الكهرباء يعني حالة من الحالات التي يعاني منها المواطن العراقي. هذه يعني الأزمة المستمرة المتفاقمة منذ سنوات لم يوجد لها حل. فحقيقة وزارة الكهرباء صرفت عليها مليارات الدنانير ولم تكن بالمستوى المطلوب. اليوم أزمة الكهرباء بعد 2003 لحد الآن لا تحل من قبل الحكومة، وكان أحد أولويات دولة رئيس الوزراء في منهج الوزارة هو القضاء وإعادة القضاء على المفسدين في وزارة الكهرباء وإعادة الكهرباء إلى وضعها الطبيعي. يخسر العراق سنوياً قرابة 40 مليار دولار بسبب نقص إنتاج الطاقة، فضلاً عن إنفاقه أكثر من 81 مليار دولار على القطاع خلال العقدين الأخيرين لإصلاح المشكلة المتجذرة، لكنها بقيت في تفاقم مستمر. أزمة تتجدد على العراقيين مع كل صيف، القطاع الكهربائي، وعلى الرغم من المبالغ التي صرفت عليه من قبل الحكومة لكنه في تراجع مستمر. زينب ستار، قناة الرابعة، بغداد.